أنتونس. أنتونس داخل جو يقول لك. يو يا عجب ريال. وشوفوا احنا فين اليوم، الليلة مهمة جدا. انا مع انتوني طبعا، هذا مدير كبير، واحنا رايحين اهو خلاص وصلنا هذا البريدج الجديد او الجسر الجديد اللي سووه عشان السيارات توصل لمنطقة الفي اي بي. شيء حيكون ان شاء الله جميل، حصور لكم من جوا الاحداث اللي حتصير اليوم في الفورمولا 1. شوفوا مين لقيت، ابو الهش حبيبي منور. نورنا يا حبيبي. ايش قلت لي ولد عمك عبد الرحمن؟ شوفوا وطواط. تخيلوا عبد الرحمن ذاك اللي كذا ايش كبره الصلاه على النبي، ها يقول عليه وطواط. عموما كيف الفعاليه، ايش رايك فيها؟ كيف يا ما يحتاج. احلى منك ولا انت احلى؟ احلى منك حبيبي انت الحلو. يلا وشوفوا مين لقيت جنبي الحلو احمد. الو ام بي سي حبيبي، منور الدنيا والله حبيبي. نور التيك توك دائما. الله يسعدك والله، وقفت تيك توك من زمان بس والله. لازم نسوي ايه والله، لي فتره لعبتك على التيك توك ان شاء الله. دحين نسوي تيك توك سريع مع الفورمولا حبيبي. يلا يا ريت والله. كيف الاجواء اليوم؟ والله زي ما انتم شايفين النشا راح، وشوفوا الرموش راحت ولا مسكره راحت. معسيل في البادوك عندنا هنا تجربة أداء وتجربة قيادة الفورمولا. طبعا هي توزن لك على حسب طولك وعلى حسب ايش كمان، هنا تبقى مانوال تبقى اوتوماتيك. طبعا انا تعبتها بما انه طولي طويل يعني، فمسكينة حطت المقعد الاخر شيء لسه ما وصلنا. يقول لك اسيل نص متر على طول على طول. دحين نشتغل يلا. جماعة الخير انا جيت عند واحد ما شاء الله شدني هو والمجموعة حقته، واقفين هنا ورا السباق. طبعا اكيد لهم مهمة خاصة ورا كواليس واكيد انهم ابطال. فنسأل الاستاذ حسام. حسام عليكم. عليكم السلام. طبعا انا تراك مارشل، هذه الفئة حقتي تراك مارشل، متخصصين باننا نهتم بنظافة التراك، نتأكد ما فيها اي دبري اللي هو قطع او وسخ او اي شيء يمكن يعيق السباق، ونفس الوقت اذا صار حادث لا قدر الله نكون اول من يتدخل وينظم الموضوع. طبعا في كل منطقه اكثر من نقطه، اللي هي الاوبننج الويندوز النوافذ اللي تشوفوها، في كل نافذه في حيكون في مسؤول فلاك اللي هو مسؤول عن الاعلام في هذه المنطقه، يطلع الاعلام وقت ما يحتاج، وابزيرفر اللي هو بالسماعات والراديو اذا لاحظ اي شيء في السباق يعطي خبر للريس كنترول، وموجود فاير مارشل ان كيس لا سمح الله صار حريق. نعم طبعا
طبعا، وفي اثنين اللي هم المسؤولين عننا جميعا، اللي هو الديبيوتي تشيف مارشل والتشيف بوست مارشل. هذول المسؤولين عننا وهم لهم الكلمة العليا، اذا ما يصير اي شيء نحن نبلغهم وهم يكلموا الريس كنترول ويعطونا الخبر الاكيد اذا كان نحتاج نطلع في ريد فلاج. هذه كلها معلومات تجي من الريس كنترول يوصلوها للبوست مارشل. حبيبي يعطيك العافية يا حسام، ويعطيكم العافية يا شباب، جود لك كلكم ان شاء الله، ونشوف كذا اليوم يوم نهائي فظيع وجائزة تتوزع للناس اللي تستحقها. تتوقع مين حيفوز بما انكم انتم عارفين اسمائهم والمجموعات المشاركة؟ ها؟ ريد بول. وانت برضو كلكم تقولوا ريد بول اليوم؟ خلاص انت كمان برضو يا استاذ حسام؟ اسرع واحد. اسرع واحد ريد بول، ايش اسمه؟ ماكس فيرستابن. ماكس فيرستابن. هاي خذوا هذا دواء. تعرفوا مين هو المستفيد الاول في مشاهدة هذا السباق؟ وببلاش، لا تذاكر ولا للزحمة ولا يحزنون، أحط رجلي على رجل وأنا في بلكونتي. شوفوا الناس دولة ساكنين في ذي الأبراج اللي مقابل المضمار، هذولا يا حبيبي خلاص مزبط هو من البقالة. شيبسات وفشار وكل الأمور، وحبيبي حطها في البلكونة، ويمكن كمان يمكن أقاربه يجوا كمان يدفعوا له تيكت عشان يجي يتفرجوا من عنده. فيا حظهم، الله يرزقنا بواحدة من الأبراج هذه كذا قدام على طول المضمارات ونتفرج على الفعاليات ببلاش. Welcome here, Mr. Jacob. Thank you. Okay, I want you to introduce yourself to my followers and tell them about you and what you are doing exactly. So go ahead. Hi, I'm Jacob. First time here in Jeddah for an amazing Formula One. And basically, I design and I'm Jacob at home. شوفوا يا شباب طبعا هو يصمم ما شاء الله، شوفوا هذه الساعة فرزاتشي. وإيش في كمان؟ What other things you design? Just the watch. مجوهرات برضو. طبعا اوكي، هاو ماتش از ذس واتش؟ 1.3 مليون دولار. هذه بمليون و300 الف دولار، يعني يا شباب دحين انا اول ستيل مستر جاكوب. I'm just kidding. Anyway, how do you see this formula and the concert here in Saudi? How is Jeddah with you? Okay, it's so good. It's so well organized. I love it. This is so much great. Yeah, and حسن حسين انت بسرعه تخطوني، انت مين بسرعه؟ حسن حسين، ايش رايك بالله دول الفرافير يبغوا ايش يتصوروا مع ديفيد ويقول لك ايش زبطتهم 50 ريال كل واحد بس اجيو 50 الف؟ شوف على مشاهدكم يا شباب، ريان اشهد ريان مجرم جيمز.
مهند فين حبيبك عبد العزيز برنامج؟ شوفوا هذا الراجل الحلو الطيب الوسيم، شوفوا شوفوا الصلاة على النبي، والله يا حبه ذا الوالد ياسر السقاف ما يحتاج يعني معروف. طبعا ما حاسألك انا فورمولا، العاده انت تسال الناس ما شاء الله مقدم وممثل ومذيع وكل شيء يعني. الله يسعدك. المهم يقولوا ما شاء الله انت طرحت المتسابقين كلهم، يقولوا ايش اللي من الاسس قديم انت ولا بالبورش؟ لا لا قديم انت حبيبي ياسر. خلاص الحمد لله خلص السباق ونرجع للأستاذ حسام. ها مين فاز؟ لا ما فيها شيء، شوف يعني انت توقعت وكنت تتمنى وصار الشيء عكس اللي انت تتمناه، وفي الاخير هي رياضة وايش ولا الفوز ليش للأفضل دائما. لكن يا شباب يعطيكم العافية، كان مجهود جبار، يعطيكم العافية، شكرا.